والله ما عاد قدرت صدق ولا كلمة من كلامك. شو بتقلي انه ماتت؟ شو بتقلي انه هربت؟ لك حرام عليك شبك؟ لك ابوكي انا عم كذب عليك، عم اقول لك انه امك ماتت. ماتت. لك ليش ما قلت لي من الاول انه ميته؟ مبسوط انه تاركني عم بتعذب قدامك، انت واقف قدامي بكل برادة اعصاب. انا شايفتيني واقف قدامك بكل برادة اعصاب، ولك انا عم بتشقف. الموضوع كله اصلا ما كان، انت ليش لحتى تفتحي؟ من وين جبتي لي القصة كلها؟ ليش؟ اسأل حالك ليش؟ لك لأنك موقف حياتي وحياتك كلها بسببها. انساها بابا، خلص حاجة انساها. كتر خيرك، شكرا كثير لك. من إمتى بتعرف إنه هي ميتة؟ من شي سنة، سنة وشوي ما عاد سمعت عنها شي. طيب كانت تحكي معك شي؟ لا أنا ما كنت أحكي معها، لأنه كان في واحد يعني كان دائما هو اللي جبري الاخبار، ومن شي سنه وشوي حكالي انه سمع انه هي ماتت بحادث سياره. يعني طيب مين هذا الزلمه؟ انا بدي اشوفه.